كيف يمكن للشوكولاتة والعلكة والصمغ أن تمول الصراع الشديد الجاري في السودان حالياً؟ كلمة السر تكمن في الصمغ العربي. السودان هو موطن ل80% من الصمغ الذي ينتج عالمياً، ومصدره شجرة الصنت السودانية. وحتى يقوم المزارعون بالحصول على الصمغ، فإنهم يضطرون لدفع رسوم مرور للقوات المتحاربة للوصول إلى أراضيهم أو إلى الأسواق لبيعها. مدينة الأبيض جنوب السودان هي موطن لهذه الأشجار، حوالي 330 دولاراً يدفعها كل مزارع أو تاجر للميليشيات لغرض عبور المدينة أو الخروج لتسويق الصمغ العربي. الصمغ العربي يدخل في صناعة سلع غذائية كالشوكولاتة والعلكة ومئات الصناعات الأخرى، وهو عبارة عن عصارة مجففة عديمة الطعم والرائحة، تستخدم كمثبت لعديد الأطعمة والمشروبات والمستحضرات والأدوية. وبسبب الحرب المندلعة منذ أبريل 2023 نزح أكثر من 9 ملايين فرد. وهكذا تعرفتم الآن على كيفية تمويل الحلوى للحرب الدائرة بالسودان.